الناس بتسأل موقف أوباما والصورة اللي نشرها المصري اليوم اللي أنا أنزلها دلوقتي على الشاشة وانت معايا، سواء كنت بتتفرج أو مش بتتفرج. يعني هذه الصورة أحدثت لغطا كبيرا، وقيل أنه كان بيبصق على جمهور الزمالك. صحة هذا الكلام إذا كان لديك معلومات؟ أنا فيش كلام ده خالص. خالص أوباما ما عندوش أي مشاكل خالص مع جمهور الزمالك إطلاقا إطلاقا إطلاقا. وجمهور الزمالك في مباراة زيزكو ما هاجمش حد غير رئيس النادي فقط. طب ما هاجمش أي لعيب في الفرقة خالص. طب تفسيرك لهذه الصورة الذي نشرها موقع المصري اليوم قدامنا اهي، وكتب أعلاها وأوباما يبصق على جماهير الزمالك لحظة استبداله ويرفض الذهاب لمصافحة زيزو. الصورة أهم نشرينها طبعا مش موضحة حاجة، عشان كده أنا جبتها لك عشان ترد، لأن أنا واثق أن أوباما لا يمكن يعمل كده، لأن أخلاق طب اللي كتب الموضوع ده؟ الموضوع اللي خبر ده في المصري اليوم مش مكتوب اسمي على ما انا جبت لك انا جبت لك العنوان وجبت لك الصوره ملقوطه من بعيد، واوباما بيبص ناحيه الجماهير، ولكن ما فيش ما يدل على ما هو في العنوان. يعني اللي مكتوب الصوره انا قعدت احاول افسر فيها وكبرها اهو، يعني انا كبرتها خالص حتى للساده المشاهدين اهي. حد شايف يا جماعة ان ده بسق يا جماعة؟ بس محدش بيقول لي بتدافع عن اوباما ولا بتدافع عن الزمالك، انا بدافع عن الحق. يعني ما ينفعش يا جماعة. مين اللي بيقول؟ لا انا بقول عشان محدش يتكلم. اتفضل. اتفضل. تعالى خد كده الامور بالعقل وبالراحة. اتفضل. دلوقتي جمهور الزمالك موجود. انا راجل لعيب في الفرقة. رحت تافف عليهم، هيعملوا فيا ايه؟ هيشتموني. دايما يدفوا عليا، يدفوا عليا ويشتموني. صح. صح ولا لا؟ والملعب كله هيسمع شتمتي. صح. موجود قنوات فضائية جوه الملعب بتنقل المباراة. تمام. موجود صحفيين ومصورين. تمام. اشمعنى المصري اليوم اللي كتبت العنوان ده دونا عن صحفيين مصر كلهم اللي كانوا في الماتش؟ طيب حد بيقول لي وانت معايا؟ حد بيقول لي برضه احنا بنحترم كل الناس. حد بيقول لي لو سمحت ابعت لك الفيديو عشان الاستاذ علاء حمام وحضرتك قبل ما تحكموا على الكاتب تشوفوا الفيديو. هنجيب الفيديو. اهو ما انا بقول له ابعت الفيديو. انا وعلاء حمام منك مصلحه غير الحق. لما بيكون في غلط في الزمالك بنقوله، لكن لما بيكون في ظلم الحد بنقول. انت نيتك يا اخي يمكن بيتف كريقه ناشف يا اخي، يمكن حلقه لا ولا وش ولا باطن. بس والله بص يا علاء، انا دلوقتي وانت بتتكلم يعني اليوم السابع وسوبر كوره نشرها، وانت بتتكلم انا حد بعت لي الفيديو بحاول افتحه. اتفضل. انا بحاول افتحه، ولكن هل اليوم السابع ونشر سوبر كوره هو نفس الفيديو؟ حد بيقول لي هو نفس الفيديو وانا جبته اهو، علشان بس نبقى منصفين اهو. أوباما لحظة التغيير اهو، استنى اجيبه عشان بس اعرضه للناس بالعرض علشان خاطر ايه، يبقى بنحكم بما يرضي الله ورسوله. بص اهو اهو، لحظة اعليه كمان لان في صوت جماهيري علاء بتهتف او بتسقف لأوباما. يعني انا استغرب بصراحة، يعني والله العظيم استغرب كيف واحد بتسقف له الجماهير اهو. بصوا معايا يا جماعة اهو، انا بصراحة يعني ارى ان هذا تصيد اخطاء للنيل من لاعب وزن اوباما او النيل من قيمة فوز الزمالك وصعوده. يعني انا اتفهم ان دايما اللي بيحط السم في العسل مرتضى منصور لانه بيكره اللعيبه وكره الفرقه، لكن لعيبه الزمالك علاقتها بالجماهير محترمه، وعيب جدا ان يتكتب ده على لاعب خلوق ومحترم زي اوباما. والله يا علاء ابعته لك على الواتساب يا علاء. ابعته لي على الواتساب.
ماشي بعتولي يا زبنس. بقى بعتولك على الواتساب. انت شفت ايه؟ انت شفت ايه؟ والله يا علاء بص، على كم برضي اربع عيون غير عينين، لان لما نيجي ندافع عن الزمالك بنتشتم، ولما نيجي نهاجم اخطاء في الزمالك بنتشتم، مش عارف نعمل ايه. انا زهقت بصراحه. كلمه احنا بندافع عن الحق. انا ابعتولي. طيب خليك معايا يا استاذ علاء اهو، مع بعضينا، مع واحد الاستاذ علي لون بيقول لك والله تف يا اخي، ما فيش في الفيديو، ما تقول لا تقسم بالله. لحظه، انت مدافع عن اوباما ليه كده؟ انا بدافع عن الحق يا استاذ هاني، وبدافع عن اللعيبه وعلاقتها بالجمهور، وان في حرب للوقيعه بين لعيبه الزمالك والجماهير. لعيبه الزمالك جابت اربع بونط في مباراتين وصعدت لابطال افريقيا، لازم نقول لهم برافو، وانتوا رجاله غصب عن اي حد، غصب عن اي حد. اهو علاء حمام، احنا مش مرتضى منصور بيسمم الفوز على الجماهير، ولا احنا مرتضى منصور بيكره اللعيبه، ولا احنا مرتضى منصور بنركب على الفوز وناخده لنفسينا، احنا اصحاب كلمه حق. علاء حمام هو وصل لك يا استاذ علاء؟ افتحه وانا بتكلم معك. احنا اصحاب كلمه حق يا جماعه، احنا اصحاب كلمه حق، وسنظل نتحدث ونقول كلمه الحق، مالناش حسابات مع اي حد خلقه ربنا. لا انا مش شايف ان اوباما بصق على الجمهور. طيب ماشي، احنا نفترض ان الكلام ده صحيح، الجمهور بيهتف يقول ايه؟ يا لا انا مش، لا لا مش سامع هتاف، انت شوف الفيديو وانت معايا. ثواني كده، ثواني ثواني. شوف الفيديو على مهلك، على كان احنا لا يا جماعه، كل الناس في مصر اليوم لهم منا كل الاحترام، كل الناس في سوبر كوره لهم منا كل الاحترام والتقدير، ولكن زي ما انفردنا احنا معاكم وقلنا لكم ان مرتضى منصور هو اللي بعت هاني زاده قال غيروا اوباما ونزلوا زيزو، وان الراجل ده بيفضل يتدخل لغايه ما يدمر الفرقه، برضي في مؤامره للوقيعه ما بين جماهير الزمالك ولاعيبه الزمالك، وانا حذرت من هذه المؤامره وقلت انهم يا جماعه بيحاولوا يلعبوا على سوء النتائج عشان يدمروا فرقه الزمالك، وقلت افصلوا ما بين فرقه الزمالك وجماهير الزمالك وكيان الزمالك وما بين مرتضى منصور، وما بين مرتضى منصور، لان مرتضى منصور حاجه والزمالك حاجه تانيه خالص. رفع وشه يا استاذ تامر يا فارس، بيقول لك رفع وشه وتف تف على مين يا اخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في احد الغزوات لما صحابي اتى المشرك، جاء احد الصحابه قال يا رسول الله لقد قتل فلان فلان المشرك بعد ان قال لا اله الا الله محمد رسول الله، فرد رسول الله قال له لقد قالها فلماذا قتلته؟ قال له قالها يا رسول الله لكي ينجى من الموت. فالرسول العظيم اللي بيعلمنا حسن النية قال له هلا شققت عن قلبه؟ انت دخلت جوه اوباما وشفته بيتف على مين؟ يمكن بيتف على اللي خلاه اتغير. ولا غير عبد الناصر؟ نعم. اول حاجه اوباما هو اخر الجمهور بيقول اوباما اوباما، دي حقيقه. اوباما ما تفش، اوباما كان بيتكلم، اوباما ما تفش يا استاذ عبد الناصر، اوباما كان خارج بيتكلم بيقول كلمه ببقه، كان خارج بيقول كلمه ببقه. وانا احبذ، وانا والله العظيم انا عايز مصر كلها تشغل الفيديو ده وتشوف الجمهور وهو بيهتفل وهو خارج. طب خليك الفيديو للاخر. طب خليك مع اوباما كان دافع على الجمهور اللي بيهتفلوا، كان سمعوا سباب وشتيمه وكان سمعوا كل حاجه. زي الفيديو ده معمول له عنوان غير الواقع. بص الواقع ان اوباما خارج قال حاجه، قال حاجه ببوقه ما دفش، قال حاجه ببوقه. بص يا علاء، بص يا علاء، فاكر موقف كهربا مع الجمهور والجمهور عمل فيه ايه؟ اكيد يا اصل عبد الناصر. لحظه، لا 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 لا، انا عايز الناس بالواقع كده. ده لعيب خارج بتقول ان هو بصق على الجمهور، الجمهور ده سكت خد البصقه كده وقعد سقفله، كان الجمهور ده سابته وشتمه وهدف ضده، الراجل اللي مصوره بالكاميرا مشغل الصوت. هات لي صوت واحد بس طلع هاجم امامه، الجمهور كله بيقول اوباما اوباما اوباما، وهو لما راح قعد قالوا زمالك زمالك زمالك، مفيش حد وجه له سليمه او حد قال له حاجه، يبقى منين هو دافع بصك على الجمهور؟ يبقى منين هو بصك؟ هو كان بيتكلم، هو بيتكلم بيقول كلمه ببقه، ما بيبصقش ببقه، بيقول كلمه.
طيب بص حد، بص بعد اذنك، حد تاني بعت لي فيديو بيقول لي هناك فيديو اوضح من ذلك. انا مش هسيب الموضوع ده غير لما تعرفوا الحقيقه فين. لحظه يا استاذ علاء، ادي الفيديو التاني بيقول لك اقرب شويه اهو. اهو الجمهور بيسقف له يا جماعه. اهو استاذ علاء الفيديو التاني عند حضرتك، اللي عنده فيديو تالت يبعته. بصوا احنا ملناش حسابات الا مع الحق، وعن ناصر لعيبة الزمالك وجمهور الزمالك غصب عن عين مرتضى وغصب عن عين اللي بيكرهوا الزمالك. اهو اتفضل يا استاذ علاء. اهو معلش انا بكلمك، انا بكلمك دولي و... وانا اللي ما عنديش مانع، بالعكس ده قضيه كويسه جدا ان احنا نتكلم فيها ونوضح الحقيقه. بالعكس وصل وصل عن... والله العظيم اقسم بالله انا في في اراضي مقدسه، ويا علاء يا حمام ما بحلف طلقات في حياتي. والله العظيم يا جماعه وما بحلف طلقات في حياتي، والله العظيم لا بكلم اوباما ولا كلمت اوباما ولا كلمني اوباما ولا حد قال لي حاجه عن الموضوع ده. الموضوع ده عايز اتكلم عليه من امبارح، ولكن انا عشان جمهور الزمالك حساس وبياخد كلامنا بحساسيه قررت اني ما اتكلمش في مشاكل يوم الفوز. خدت قرار احتراما لجمهور الزمالك. لا بس ده قريب سنه، هو اللي بعتولي بيقول لي ده اوضح. هو نفس الفيديو من نفس الزاويه من نفس الكادر بنفس الصوت بس قريب سنه. طب ثواني تاني اقول قريب سنه. طب العكس، طب يبرئ اوباما اكتر. اولا اللي بيقول لك الاستاذ محمد علي بيقول لك الدوكش صحفي اليوم السابع اكد ان اوباما تفع الجمهور وهو كان في الملعب. اوباما اولا الدوكش مش صحفي اليوم السابع، الدوكي ساب اليوم السابع من زمان. وانا هو نفس الفيديو، هو نفس الفيديو برضه. هو قال كلمه ما نطقش، هو اتكلم قال كلمه. الجمهور ده كله لاعب قدامه ورا الدكه، هو مسخ على الجمهور والجمهور حتى ما فيش حتى خمسه بس اللي قاعدين ورا الدكه، مفيش خمسه حتى هدف ضده. يعني برضه انا مش عارف، ما اعرفش يعني اللي حط العنوان بتاع الفيديو عايز ما تسمعش صوت الجماهير. انا جبت لك الفيديوهين اللي في سوبر كوره والمصري اليوم، مع احترامنا للزملاء هنا وهنا والناس اللي بتبعت وبتقول لك والله تف. طب خلينا نقول يمكن تف على الراجل اللي قال غيره، لكن يتف على جمهور. يعني احنا انا يعني عايزين بس ناخد حاجه. لا لحظه بس، لا علاء بعد اذنك لحظه بس، انا اخد بس من كلامك في حد يتف على حد بيسقف له يا مؤمنين؟ لا لا، وانت تف، هو تف. هل الناس اللي تف عليها دي كلهم من ورا الدكه مفيش حد ابدا يهتف ضده؟ خمسه حتى يهتفوا ضده؟ ده برضه مشهد غريب. غير كده هو لما واحد بيتف على حد مش بيتهيألي ان هو بيرفع رقبته وياخد نفسه ويوجه التفه، ولا التفه دي بتيجي ازاي؟ طب بعدين المفروض ان ما خرجش حاجه من بوكه بس عايز يتف، يرفع وشه ويتف. طيب بعد اذنك يا استاذ علاء، كان بيقول كلمه هو خارج قال حاجه، طيب بعد اذنك مش باينه في الفيديو. بعد اذنك يا استاذ علاء، الناس بعتها لي فيديو الدوكش بس مش هقدر اعرضه على كان الحقوق بتاعت اليوم السابع، ولكن خلينا اسمعه بعيد عنكم. بس اهو انا جبت اهو فيديو الدوكش اهو. تمام في اليوم السابع الدوكش يا جماعه، عشان ربما اكون قلت معلومه غلط ولا حاجه. اهو قال لك اخر دقيقتين، اسمع الدوكش في اخر دقيقتين. ماشي نسمع الدوكش في اخر دقيقتين. نسمع الدوكش في اخر دقيقتين. مصطفى الدوكش زميلنا المحترم نسمعه. في فيديوهات تانية يا عم، انت كل واحد يقعد يقول لي في فيديوهات تانية للدوكش واضحه، وفي مش عارف فيديوهات ايه للدوكش واضحه. انتوا عن استعبط، اللي عايز يقتنع يقتنع، مش عايز يقتنع ما يقتنعش، ولا جايب حتى فيديو الدوكش خالص. تنسى، احنا بنتكلم في قضيه محترمه، اللي عايز يحترم نفسه يحترم نفسه. اللي مش مقتنع ان اوباما ما تفش ان شاء الله مقتنع، هنعمل له ايه؟ احنا بنقول كلمه الحق. طب
واللي زعلان من الزمالك ومحروق من الزمالك يشرب من 60 داهية. انتوا هتعملوا زي مرتضى منصور تهدوا في النادي؟ قلنا في وقيعة، واعتقد ان علاء حمام يتفق معايا، كان في مؤامرة مدبرة للوقيعة ما بين اللعيبة والجمهور. هذه المؤامرة بدأها مرتضى لما قال اللعيبة عندي متآمرة بعد مباراة سموحة، وكملها مرتضى لما طلع الجواب بتاع طارق حامد عشان يثبت انه خاين، وكملها عياله على السوشيال ميديا امير واحمد عشان يبروا ابوهم ويطلعوا اللعيبة ما عندهاش ولاء. وكانت هناك مؤامرة للوقيعة ما بين الجمهور وما بين الفريق، وانا ما برضيك اتكلم في مشاكل يوم المباريات، خصوصا المباريات اللي بيفوز فيها الزمالك. لكن لا اوباما تف على جمهور، ولا اوباما تطاول على جمهور، ولا اخلاق اوباما انه يعمل كده. اللي عايز يقتنع بده يقتنع، واللي مش عايز يقتنع يشرب من 60 خراره. الاستاذ علاء بيقول لي انت بتضايق ليه؟ انا بتضايق من اجل الحق. سواء ايا كان كلمه الحق لما بتتكتم بتضايقني. ايا كان طرفها مين. مرتضى بيهد في الزمالك، ما تبوش انتوا مرتضى، كفايه. اتفضل يا استاذ علاء. انا بس عايز اقول حاجه، انا لما باجي اتفرج على حاجه واشوف حاجه بشوفها من كل الزوايا. ماشي، انا هاخد ان كلام الناس اللي بتقول ان اوباما اتصرف التصرف ده وفعل الفعل ده، انا مش موافق، انا شايف ان هو قال كلمه. انتوا بتقولوا بصق، انا ماشي اقول كلامكم سليم. طب الناس اللي اتبصق عليها دي ما ردتش ليه؟ يعني هي مش شايفاه وهو خارج؟ ما كانتش بتهتف له وهو خارج؟ الناس دي ما ردتش ليه؟ طب اقول لك حاجه، اذا الناس دي ما ردتش، ثواني، يبقى اذا الناس دي ما ردتش لان هي شايفه من الملعب ان هو ما نطقش. انا شايفه قال كلمه، هو فتح بقه قال كلمه، قال حاجه، قال حاجه، قال كلمه، وبعد كده راح قاعد على الدكه. يبقى الناس اللي كانت ورا الدكه والناس اللي كانت بتسقف وتهتف وباينه ايديهم ومسموع صوتهم في الفيديو شايفين انه بيتكلم مش بيبصق، بيتكلم. بس انا ده اللي انا شفته. عامه يعني الواحد لما بيجي يبصق، يعني بيجي يتف على حد بيرفع رقبته كده وياخد نفسه ويودي الدفه. عامه حتى يعني اتفضل. لا خلاص، عامه احنا كده على وضحنا الموضوع بما يرضي الله. بما يرضي الله. وكمان على فكره اوباما بقاله كام سنه في نادي الزمالك؟ ده من ناشئين الزمالك. يعني هو من ناشئين الزمالك، ما فيش اي خلافات حصلت بينه وبين جمهور الزمالك اطلاقا. طيب. في اي وقع او اي حاجه طول تاريخه وهو بيلعب بالناشئين او فريق اول او حتى لما خرج لدجله او خرج للاتحاد او عمره في حياته ما في ازمه حصلت بينه وبين جمهور الزمالك اطلاقا. عموما بص يا علاء، احنا نفس الموقف خدناه ودفعنا عن طارق حامد. بس عايز اقول حاجه لجمهور الزمالك، او عايز اقول حاجه بس، انا ما اعرفش كده يعني، عايز اقول اللي هو بيحارب ولادي النادي ربنا يهديه، اللي حاطط ولادي النادي في دماغه ربنا يهديه. بس احسن حاجه نختم ربنا يهدي اللي حاطط ولادي النادي في دماغه. طيب ربنا يهديه. طيب عايز بس اختم الموضوع ده. احنا دفعنا عن طارق حامد باستماته انا وعلاء لما مرتضى تامر عليه وقال انه خاين ومتامر. احنا دفعنا عن ساسي وقلنا ساسي بيحب الزمالك ومش هيهرب، ولكن مش هيقعد في الزمالك ولا هيستمر. احنا طول الوقت بنحارب عن اي حد مظلوم، حتى في العقود كنا بنتكلم عشان التسعيره تتوحد ويبقى الفرقه كلها قلبها على قلب. دفعنا عن جنس، ودفعنا عن جنس لما رئيس النادي هاجمه وقال لك هو اللي ضيع الدوري ورغم هو اللي عور نفسه. دفعنا عن جنس، ودفعنا عن جروس، وقلنا جروس مدرب محترم وعيب يتعامل بالطريقه دي وعيب يتشتر في بيتروسبورت.